طولت. هكذا انت دائما طبيعتك ما تبدليهاش، منين تجي نزوري ما هكذا ديري لي. رفيق تقلق، عطيته مصروف وراح ما يزيدش يولي. لو كان واحد من الجيران يشوفنا يروح يجري يقول يما باللي انت وليدك العزيز كنتوا في السياره ورفضتوا تزوروها. ماشي هدي المره الاولى اللي يشوفونا الناس نستناوك في السياره وكل جيران على بالهم. ويما كيزمها تفهم باللي ما تزيدش تشوفني لا انا لا رفيق، فهمت؟ المجدها يا بنتي يا نور العين لا تروح عن قدها بس على خير من مات؟ أنا حمد. واش شري؟ أنا حمد. قلت لك روح شري. لا روح شري. أمشي أمشي أمشي. صار. خويا غير كيما لحقت. أنا وحش البلاد وحشتكم. وأنت بديت عمر لي راسي بالدور مستوعب. صار هكذا. خي على بالك شحال من سنه وانا راسي مغطس في هذاك الكتب. دوك حبيت نتنفس شويه. شوف هذوك الدروس علموك كيفاش تعالج المرضى، اما الدروس تاع خوك يعلموك كيفاش تعيش وكيفاش تكسب المال والشهره. انا طبيب ماشي تاجر. الطبيب يحتاج المال كيما التاجر يا سيدي. الطبيب يحتاج المريض. المرض. مرضى ايه؟ مرضى. اسمع الاطباء كيما انت اللي عندهم عياده ويداويو باطل راهم يجيوهم من الناس بالملايين من الخارج ومن الجزائر. يا خويا يحيى ما تبالغش. شوف على اليمين وعلى اليسار. سمعت وحسب الناس. سمعت اللي الهم داهم والزمان رجعهم يتكلموا وحدهم. اسمع كيما داوس مع سهام ما شفتكش انا في الجنة تمشي وتهضر وحدك. اوف هذيك ساعات برك كي طلع لي لاطونسيون سمعت نرفع صوتي على يما. هذا ما كان. الحمد لله يا ربي. انت هو المريض الاول وانت تجي نداويك. هاي زكريا يما راه قلبها خبرها باللي قالت لي حكيمه. قالت حكيمه هي الشيطانه الكبيره. هي لو كان ماشي يما نحكمها نفهمها كيما يلزم الحال. أنا فهمت حكيمة باللي عندي صاحبي خلالي العيادة هكذا دوق أنا هو اللي نستلف كل شيء. يما ما تجيش تحير عليها خلاص. الحمد لله. شوف إذا كان يكتب بالمكتوب وتلاقيت معاها بعدها خطيها قد ما تقدر. قالت لي حكيمة باللي مسكينة راهي تداوي في المستشفى. قالوا لي باللي البنات رجعوا يخدموا وين يسمعوا طبيب مليح يوصلوها له. سمعت رد بالك يا زكريا قبل ما تدير خطوه نشوف على اليمين نشوف على اليسرى ونكمل يا اخي. نعم زكريا. ما تضحكش. ما تضحكش.
شوف انا يما اكدت لي باش نفهمك باش ترد بالك، اذا كان جات تداوي داوي الناس كامل ما عدا هي، تعهدني. بعد كلتك بنينة ما خلو فيها والو اليوم. سلامتي ديداتي. مساء الخير عليكم. مساء الخير. حجة حورية قالت لي شوفتك كش ما تاكل. اللي جاو ريحوا كلش، قعدت لك غير الفاكهة، جوز تقعد وكل. رستان ولا راك جيعان نجيب لك كش حاجة؟ لا لا صح لا. اليوم كليت وشبعت. زيد لقاني ربي بفتاة آية في الجمال. انت قصبة تلبس لها وتحرق السلها تقول عليها لون جابنت السلطان، ولو كان سمعت لك يما تضل تخطب وتبطل مسكينة. ما تعرفي بالك مكتوب وتحرك. رستان شكون هي؟ ما شكيتش تعرفوها. صح سهل، نجم نقدمها لكم اليوم في الليل ولا خموس على خويا شاطر. هادو اسبوع من اللي جيت. هيا قولي شحال من الطفله اللي تعرفت بيها؟ واحده زوج؟ هيا قولي رستان. صح هادي وحده. تغديت مع كمال عند اختها جميله، واليوم في الليل ماشي محل نتعشى ويقدم لي خير الدين راجل اختها. نقدر نعرف اسم الشابه هادي اللي في خاطر عيونها؟ ما جيتش تتغدى معانا وحرمت نفسك حتى العشاء اللي حضرته لك اختك سهام. اسمها سلمى، اختها محاميه، وقيل تحضر اختصاص كيما انت. هي هاي ما قلبي بنت المهبوله. بنت المهبوله رستان؟ بنت المهبوله هذا ما صبت. هاي ما قلبي، اي اي قلبي غميت غميت. ما تخميش سهام، ما تخميش. اي اي راسك يا خويا. اي ما نغشيت. امي يا سهام كهينة راح الحال. ماما واش لبسي؟ هادي هادي ها راح الحال. مازال ما خيرتيش واش تلبسي؟ هادي هادي تلبسي. شطح حلاني قاصه صاحبتك. هيا لا ماما لبسيها، بابا يستنى فيك باش يديك عند لانيفيرسير تاع صاحبتك ومن بعد يجيبك عند ماني. ها توحش عند ماني وعلاه؟ انت بنت المراه انت طوبيل حمراء. شكون المراه اللي عندها طوبيل حمراء؟ فريده. اسمها فريده. كانت مع من؟ كانت مع بابا. ها شتيها مع بابا ماما؟ اوه بنتي هاي هاي واش ده؟ هيا راني نروحو. جابك ربي. شكون هاد المرأة اللي عندها طنوبيل حمراء؟ فريد مديتينا. واسمها ماما هاد المرأة؟ واسمها فريد. عندها طنوبيل حمراء هادي لان بابا يهضر معاها. ودرك يا سي زكريا شحال من خطره نقول لك كي تكون طفله هنا ما نبداوش ندوسو. سهل كاينه. روحي ماما تلبسي في بيتك. لبسيها في بيتك. ها هاي روحي. هيا نلبسك بنتي. لبس وحده. كيف فرحانه؟ دوق الطفله تروح تحكي لي ما الخلاف اللي راه بيناتنا. ما كان حتى خلاف بيني وبينك. تحشمش تتكلم مع فريده قدام بنتك. فريده ولا تحبين نعيط لك حبيبه؟ ها حبيبه. شوفي اسمعي مليح، نشوف اللي نحب ونتكلم مع من اللي نحب، ولا ما عجبكش الحال كيف كيف.
حالتك بنت المهبوله، عملت لك عينيك. حتى نروح انا نروح للسحارات نرجع كيما زمان عاملي تزوجنا تاكل من يدي. نوري لك انا شكون هي فريده. راح الحاله سيها معرضتنا على العشاء ولو كان ما نروحش تقوم القيامه بعد البارح داوست معاها. عادك يا مسكينه ملي تزوجت وهي في المشاكل وبعد العلاج هذاك الكبير كامل ربي ما عمرش دارها تغير من الحب والعز اللي قدموه الكاميليا. شوفي انا نقول لك سهام جاب لي ربي ولات مهبوله وكنقول لك واش راهي طامعه ما تامنيش. فريده وزكريا يجيبوا طفل ويمدوه لها. اوه يمدوه لها هبلت هذه. علاش ما تكفش بطفل ما عندوش والديه؟ قولي لها حق حكيمه. فكرتيني على بالك واش صار بين اختي سلمى وهذيك السدوده تاع سميره؟ واش صرا؟ على باليش؟ قصة طويلة وعريضة. استنى نجيبو حاجة بعدا نشربوها ومن بعد نحكو. لا لا جميلة ما نقدرش. علاش؟ راح نحاول. استنى حلفت عليك والله غير نجيبو حاجة بعدا. خلاص هي واجدة. بصح ما نتبعشا. راهي تمشي وتبرح وتقول باللي اختي سلمى حبت تلعب بخوها رستان. خولا لا سهام. وسلمى واش تقول؟ رستان يعجبها؟ بوه ما تشوفش فيه كامل. على بالكم باللي لاباس به وعلى حسب ما شفت عنده ما يورث من والديه. كيما يقول المثل يفنى مال الوالدين وتقعد غير صنعة اليدين. وخير الدين ته الصحه قدم لسلمى اختي واحد الشاب خموس عليه عنده مستقبل زاهر زاهر. وانا نستناو غير في لاله وقتاش تقول ايه. اوه فريده عندها حاجه عطلتها على الموعد. شوفي انا نروح ولا يما ونسى خوتي لقولي بالزناجيه. سناي سناي كملي كملي كازوز ديالك وانت روحي وانا نروح نكمل شغلي. مازالك هنا؟ راني نستنى في خالتك ربيعه ترجع ومن بعدها نخرجوا. مالي فريده قعدي. غير الخير. شوفي يا بنتي انت الكبيره وانت العاقله شنو نقولوا دايم موزون موزون. كلام الناس راهو يهدد فيك. خالي ياك قلت لك زكريا شفتو غير مرتين، مرة تلاقيتو كان فيها مع بنته والمرة الثانية تلاقيتو صدفة في الملتقى. واش داك تروحي؟ خالو دوك في جالتو ما نروحش نحضر الملتقى. اللي فات مات من الفوق وين يكون ما تكونيش وهنينا. ما يكون لا خاطرك. بصح قول لي انت شكون جابك الخبر؟ الحجة حورية عملت التليفون لخالتك وزكية البارح زاد دخلت. زكية؟ وزكية واش دخلها في الوسط؟ زكية قالت باللي فريدة زوجة الدكتور زكريا وسهام أخت هذا رستم عملوا لها تليفون وبهدلوها. هادو يتلهوا غير بيا أنايا. خلاص شوفي من الفوق ما تشوفيش وخلاص. خالي العزيز افهم درك لازمني نتلها بالمفيد كلام الناس ما يشبه ما يغني. صح ثق فيا. روحي لا يسترك. وجد روحك. يا موتي
هدارة شافتني داخلة بالقفاعة جات كاش ما يفتح ربي. عندي صحابي في الحومه. صحابك؟ قولي ما كراي عارفه مع مره تتمشى. تدخلي روحك بزاف ماني عندها الحق ما. معلش ما عليش ما عليش ها. شوف انا رايحه نبدل حوايجي وبعد نجي نطيبو لقمه اللي تشبعها. يا اخي تقعد تفطر معايا ها. دقت دقت هكا لا دي مفاجأة. واش راكم؟ ما ظنيناش لقاوك هنا. واش راكي ملكة؟ الحمد لله. ريحي ريحي. راكي مليحة؟ الحمد لله. ملكة أختي كانت تداوي عند واحد الطبيب في حومتنا. الصح قالوا لنا باللي كاين طبيب المريض اللي يجي ليه يبرى. جبتها سعنا لقيناك أنت هنا. على كل حال العيادة هادي ماشي تاعي، تاع واحد زميلي تغيب ما لاخديت مكان. وين كنت؟ كنت في السبيطار. ربيعة ما تزيديش تديني لطبيب اخر، جيبيني عنده. راكي ترقدي مليح؟ شحال من ساعة في الليل؟ الدواء راهي تشربو؟ على هذيك اللي جينا قالوا لنا تقدر تعطيها تضرب تشكه في الشهر خير من اللي تاخذ الكاشيات كل يوم. خاصنا دوق نشوف دوق نشوفو. مالك سبحان الله طبيب زكريا يولي من الخارج ويخدم في مكان زميله اللي راه في عطل. وماما شهر اللي فات ما حبتش تروح عنده مع خالتي. على بالي لو كان سمع فريده يوم بعد فريده ما راهيش تفكر فيه نساته كامل نساته كامل. وعلاش ما حبش تزوج؟ ما جاش لي ناسبها ده ما كان ما جاش لي ناسبها. ما انا فهميني وعلاش ما حرقتش الرسائل والصور تاعو. صح هذه ما فكرتش فيها. ما فكرتيش فيها؟ فريدة خير ان شاء الله. عندي هضره معك اقعد. سمعت باللي زدت شفت المهبولة مصممت تعالجها. اما لا نرفض بنتي وما تزيدش تشوفنا. وش راكي تحكي؟ مليكة هادي مريضة ولعالجها كي المرضى الاخرين. هادي اختها ربيعة اللي جيبها لي لهنايا. انا ما عندي حتى علاقة حتى علاقة اللي تخليك تهددني بها.
الناس قالوا لي العكس، شافوك مع بنت المهبوله في لوتيل. فريده ما تنعطينيش فريده، عندي اسم اخر. عندك الحق، عندك الحق. حبيبه الناس هادو اللي جابوا لك الخبر نساو باش يقولوا لك بلي انا كنت في محاضره، وانا ما عندي حتى سلطه باش نمنع فريده ولا ما لحقش تزيد نسمع هذا الاسم، ما لحقش. فهمت؟ عندك الحق، انت ادمي ريح اعصابك. انا راني نقول لك ونعاود لك باللي هذا حتى المكتوب اللي لاقانا. المكتوب الصدفه هذا وش عارف تقول؟ تشوف بنت المهبوله الصدمه اللي راح تسببها. صبيحه شحال شباب هاد الفوتاي، نشريه لك حنونه ديريه في الشومبره ديالك هكذا كيجيو حباباتك تقعدي عليه. شباب بصح اللون حمر ماما، ما نحبش اللون الاحمر. وكان هكا بصح فيه زرق. حمر شباب؟ لا حبي نروحو نشوفو هذاك الزرق. زعما ماشي غالي عليك ماما؟ حتى حاجه ما تجي غاليه على صبيحه. عايسي ها يا سيدي لاباس عليا، دخلت وسط حبابي رونتها، كنت ناكل باطل عند خير الدين وجميله، ودرك بعثوا لي طلبوا مني نسى حتى العنوان تاعهم. علاش تزاف؟ انا نقول لك كي نحب حاجه نوصل ليها بالكيف ولا بالسيف. واذا فشلت على خاطر انا على حسب ما سمعت اختك سهام راهي تحلف باللي غير سلمى اللي ما تدخلش وسط العائله تاعكم. سهام عيش تشوف وكيما اليوم ناكلوا طعام. خلينا يرحم باباك. جميلة، أوف، خلعتني أختك سلمى هذيك. واش قالت لي؟ قالت لي تغميتي 6 مرات، منها بصح. أختي دايما هكذا، تنخلع بالخف. قالت لي باللي رحت معك عند الطبيب. خير إن شاء الله. أوا النهار اللي جيت مخطب أنا وما ديت دراهمي قالوا لي ديها بالضمان مسقمة شاطرة ما يخصها حتى شي، ودروك بديتي لي تمرضي لي. هادي المرة أنت اللي تخسر، دبر راسك يا بابا. بابا من ديك بصح خير الدين. قل لي وش تتمنى، بنت ولا كما يتمنوا كل الآباء وليد؟ جميلة الحمد لله يا رب اللي كتبوا ربي لك. على بالك بلي يماك هي اللي هبلتني باش نعلمك تسوق. علمو يسوق، علمو يسوق. عندها الحق. أنا نعلمك تصوب بصح بالك تسرق مفاتح و مفتاح مخبيين وأنا كاع ما نلقاش، وين راح نلقاه أنا المفتاح؟ دير لا سانتير من قبل، سيكوريتي، وفرا ما ديالها لتحتها، ماشي كيما ديال جبد هذا، ديال جبد، هايا، هذايا، زي جبد، هايا، فرا ما تحتها، وسي الكونتاكت، بريمير ضرب الفوق. دزها من تحت، فهمت كيف؟ مارش اريال. طلع وجبد. طلع راك تعرف يعني. راك تعرف مالا دنيت ليها من قبلها يعني. كنت هكا راكب نسمع البوست. سمعت. جاب لي ربي دنيت ليها. قلت لك نسمع البوست دوكا. شعل البوست والموتور طافي. على بالك بلي تاكل لي كاع الباتري.
هاي نقلع هاي كسرت لي راسي مسبا وانت تهدر من اللي جينا وانت تهدر قاعد خلاص هاي دي ماله ولا مازال راقد وراك متعلم تعرف كان خليك نعرف شويه في بريك تاع فهمتني درك مسبا وانت تهدر قلقتني قبل هضره تاع شويه شوف مورك برك شويه برك عاونيني عاونيني والله غير حصلت ليو دوك نعاونك حقا في طريقي جزت على سقيفاغ اللي دايرينها بنات المهبوله مطعم تعرفي شكون شفت حكيمه حبيبتهم وزيدي عدوتنا عدوتي انا ما انتي فريده نسيتي رستان رستان خوك ما انا بابت بنتي بنتي شفته مع بنت المهبوله السحاره الخطافه يما يما ما كاش هاي يما يماك خرجت وخلاتنا حاصلين بالشغل وزيد حتى الفطور اللي عنده سهر يدخل ياكل ويرقد ماشي كحالتي وحالتك يا سهام واش معناتها فريده انا اللي نهار كامل وانا واقفه اما انت عندك علي من تتكلي شوفي خويا يحيى يشوف لك امراه تعاونك يخلصها شوفي هذاك لو كان انا ويحيى سهل الحل صار انا ويما رانا متقلين عليك سهل ديري دارك وحدك كيما لاله فريده هذا ما كان ونسيت باش نقول لكم حقا زكريا قال لي من يوم لازم تعيطي لفريده حبيبه وشنو سهام صباح وليت تحجم فيك ما قلتي والو وانا لسانك طوال عليا اذا راكي فريده قومي بزكريا وجلبيه ماشي راهو ندم على النهار اللي شاف هذا الوجه فيه اشطاري اشطاري وتشوفي راجل وعيشي معاه وشعشت انا مع زكريا حكيمه نسيتي نهار كامل وانتي تدي وتجيبي لاهلك وبنادي المهبوله يا وحدي الستوته وزيدي حتى يماك تحلك في العين انا الستوته وتزيدي تقولي كلام كيما هذا على يما مليح والله غير مليح ايه كاينه بنتي شافته مع بنت المهبوله وقالت لي بلي انت كنتي معاهم عندها الحق يما كي قالت لي اللوسة سوسة الدراري ما يكتبوش وخصوصا كاهينة كيما تقول يماك نقول لك حاجة انت غير السكتي خاطرش دوك يجي خويا يحيى يبردك وانت دوك تفاهم معاك انت خاطرش خوفتيني خاطرش شبيكو اسمعي لالا على بالك يماك لو كان تجي تطلع لها لاتونسيون ومن بعد الا طاحت في الركنة التهي بيها انت ماشي حنايا راني قتال ياه نسكت غير على جال خاطر يما هذا ما كان مالا نقول لكم نتوما في زوج ديروا واش تحبوا على جد زكريا هذا اللي راكم شعله فيكم النار يحب غير فريده المحاميه ديروا واش تحبوا زكريا يقعد معايا هنا يا واحد السوسه خلينا منها مهبوله ما كاينش تشوفي في كيفاه خليني يا اخي السوسه يا اخي وقعدي اي كلمات شي مربيه واش نزيد لك مدام؟ لا لا صافا هيك شوف. صافي ندير لك الحساب. عاملين الحساب. وعندك كيلو فارينو، كيلو السكر، عندك كيلو قهوة، وعندك الفاكهة. قلت لك 96500. اسمح لي نسيت الدراهم. جيت مزروبة من الدار وما لحقتش. معليش مدام. غدوة إن شاء الله وخلصي. معليش انا نعرفوك ماشي وحده البرانيه الله يخليك خويا الله يسلمك شباب هذاك البورتكري لي هذا ورا هذا الاخر مدام كاش واحد اخر نديه نديه نجيب لك غدا درهم نزيدو في الحساب غدا ان شاء الله كي تجوزي خلصي شباب يكثر خيرك خويا سلامه على خير على خير على خير خلصتك الفاكهه ما خلصتنيش قالت لي نسيت دراهم بالك اي وعره حجوز تور متى اكل واحد يدبر راسه
ايه غبده مشوشه. يا اخي نهار يا اخي. اش بيها رضا؟ ما بيها والو. سرقني نسوي تساعدو حتى البورتموني ما فيه والو عندني غير بورتكلو. شان سموها لو كان طفله شان سموها؟ أنا بكل حق الحق حب اسم عائشة. عائشة؟ أيوه. عائشة ولا طرشة لا لا أنا قاعد عشين هذا اللي يكمل بالشين ما سيباراتا عائشة طرشة عمشة وش تبغي؟ بلك هي تكون راسها جدرة وشعرها سدرة وسنها طواك المدرة. لا والله نقولك صح أنا نحب كي سميها علي أي خير الدين وخير الدين قطعيت على خير الدين يجيك أنا ما يجيكش لا 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 خير الدين مش هكذا سموه اسم شباب اسم شباب صاي زاد وصاي درت لو كانت زيدة مرة طفلة جميلة لا لا سموها عائشة والله غير نحب اسم عائشة عائشة ايه عائشة هذه ما تجيني كافي بالي انا وين عائشة هذه كيفاش عائشة وسطي يعني كاش جارة ولا تجي عندك تسلف البصيارات وتسلف الطماطيش وتسلف سموها عائشة ان شاء الله ان شاء الله اللي يجي لك هو الاسم ما عليه اسمك يا عائشة كي قدور كي المهم لاميري الو الو بنتي ها ما تقلقيش ما تقلقيش دوقي جي بابا يدي بنتي تحوس وبابا يشيل لها لاكريم اسكيمو اي اسكيمو بصح ناكل لك الاسكيمو تاعك ما تاني نقصر بنتي العزيزه تحبي بابا وين او استنى شويه دوق نجي بابا استنى ما تقلقيش دوق يجي هاي قايله خير قايله خير دينار سيبو بلي خلي خلي الخلاص من بعد روح روح جيب لي وحده بارده هكذا كيما هو بارده نعم هذه صدفه خويا يحيى ولا كنت عارف بلي اني هنا قالوا لي بلي رجعت تحب بزاف هذا المضرب في ذكريات وزادوا قالوا لي بلي ما راكش مليح هاد الايام هذو زكريا صح صح عليك صح زكريا فكر مليح بالك تغلط مع فريدة البواب اللي فتحوا راهم ينغلقوا اللي يلعب بالنار راه ينحرق وزيد ننصحك بعد قد اللي تقدر على هذا البنت هذه المهبولة بنت المهبولة بنت المهبولة يحيى انا شعري بدا يشيب وصلاحي نعرفه تعرفوا والمرضى اللي راك تكلم عليهم هما حياتي